الراديو 90-90 هواها مصر. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على راديو 90-90. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى فضل. أذكركم بهاتفنا وهو 2-18-10-8-66 والاس ام اس بتاعنا 1-99. أي رسالة على الموبايل 1-99. والمولى سبحانه وتعالى يعيننا ويعينكم ان احنا نستمتع باوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. الحقيقة انا عاوز ابدأ كلام يمكن قلته قبل كده او لمحناه قبل كده، وهو الحديث اللي الانبياء كلها اشتركوا فيه. تصور حضرتك لما يكون حديث قالوا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وذوالكفل والياس والياسع وزكريا سليمان وداود وإبراهيم ويعقوب ويوسف وعيسى ومحمد، اللهم صل عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وسلم، 25 نبي ورسول كلهم بيقولوا حديث واحد. يا خبر أبيض، إيه الحديث الواحد ده؟ الحديث دوت يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي رواية إن لم تستحي فافعل ما شئت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح. والنبي زي ما وضح لنا قالوا كل الأنبياء، أكن ده ديدا الأنبياء بالكامل، اسلوب الأنبياء، المنهج اللي كانوا عليه الأنبياء، إن مفيش حياء يبقى أنت اعمل اللي أنت عاوزه، مفيش حياء قول اللي تقوله، مفيش حياء اخترع، فبرك، ألف، اكذب، اقلب الحقائق، اكشف عورات، اتكلم زي ما أنت عاوز، حاول إنك أنت تكون زي ما تكون، خلاص طالما مفيش حياء. خدوا بالكوا، لو أنت بتتحاسب مع واحد واديته أمانة وقال لك ما خدتش منك حاجة، انت مش هتبقى مستغرب من ضياع الامانة، انت هتبقى مستغرب من ضياع حيائه. ازاي يقولك كده وهو عارف غير كده؟ لما واحد ياخد منك حاجة يقول ما خدتش منك حاجة، يبقى ما عندوش حياء بغض النظر عن الامانة والسرقة الاخ الاخ الاخ. لما واحد يعمل حاجة قصاد عينك وتبقى شايفه ويقولك ما حصلش، ما قلتش، ما عملتش، ما حدش عنده اثبات، تعرف انه ما عندوش حياء. يبقى ايه هو الحياء ده؟ الحياء ده شيء غريب قوي. الحياء قوة قابضة، شوفوا التعريف بتاع العلماء، قوة قابضة به ضاد ته مربوطة، قوة قابضة يعني ايه؟ يعني شيء بيمنعك، بيلجمك، بيمسكك عن انك انت تقول حاجة فيها بجاحة او فيها عدم حياء او فيها انكشاف او فيها جرأة او فيها فحش. اي والله العظيم، تعرفوا الحديث ده اهم حديث كلنا محتاجينه، اهم حديث كلنا محتاجينه، اهم حديث كلنا عاوزينه، هو الحياء. الحياء اللي القانون لا يتغير، يعني ما فيش تعديلات طرأت على قانون الحياء. اللي عنده دم عنده دم، واللي ما عندوش دم ما عندوش دم، اللي بيستحي بيستحي، اللي بيتكسف بيتكسف، اللي بيختشي بيختشي، واللي وشه جريء وشه جريء، واللي وشه بيجح وشه بيجح. المسألة مش محتاجة لا شرح ولا تحليل. اللي عنده حياء هيتكسف يعمل الحاجات اللي تخل بهذا الحياء. لذلك الشيء اللي اسمه الأحمر دوت، اللي اسمه الدم ده، لما يبقى موجود في الوش هتلقى الواحد مكسوف انه يعمل حاجات معينة، انه يعير ما بين الناس. كنت دايما اقول للناس اهل الجاهلية، على قد ما هو كانوا اهل جاهلية لكن كان عندهم حياء. تصور ليه؟ لانه اتكسفوا انهم يبصوا من خرم الباب وهم واقفين على باب النبي عليه الصلاة والسلام مستنين يقتلوه. البجاحة، شوف التناقض، يعني عاوزين يقتلوا نبي انما حياءهم يمنعهم انهم يبصوا من خرم الباب او ينطوا من فوق السور او يكسروا الباب على الرجل وهو نايم. ليه؟ علشان عندهم بقايا حياء منعتهم. لما نزلت تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.
في جيدها حبل من مسد. انت ملاحظ ان كلمة وامرأته يعني جت سيرة مين؟ مرات ابو لهب. مشي ابو لهب في الاسواق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان يتخانق معاه. ليه يا ابو لهب؟ يلوم محمد يذكر امرأتي لمجرد انه كلمة وامرأته، قال حتى من القرآن ما قال اسمها. تعرفوا ان القرآن كله 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 لم تذكر فيه، لم يذكر اسم امرأة واحدة في القرآن كله غير ستنا البريئة المبرأة الكريمة المكرمة البتول، ستنا مريم. القرآن لا قال كلمة آمنة ولا قال خديجة ولا قال عائشة، إلخ إلخ إلخ. القرآن الكريم علمنا الحياء، القرآن الكريم أدبنا على الحياء، القرآن الكريم ربانا على الحياء. القرآن لما ذكر المشهد، مشهد محاولة التحرش اللي عملتها امرأة العزيز بسيدنا يوسف عليه السلام، ما وجدناش لفظة أعف ولا أكرم من الألفاظ اللي القرآن قالها. لما القرآن يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، شوفوا الأدب، وغلقت الأبواب، في كلام جارح؟ أبدا. وقالت هيت لك، أي هيأت نفسي لك. إيه السمو اللفظي ده؟ إيه السمو الارتقاء اللفظي ده؟ إنما بقى ما دخلش في شرح تحاليل الألفاظ التي تخص الملابس الداخلية ليها، أو المنظر السرير، أو الستاير اللي نازلة معرفش إيه، أو لا لا خالص 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 خالص، لا لا. أدى الغرض بإنه فهمك إنه في واقع التحرش. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، واستبق الباب. وإلى آخر الآيات. أنت بتلاقي الأدب اللفظي في القرآن، كيف يحافظ القرآن على حياء، على حياء المسلمين وعلى حياء المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله حق الحياء. قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى. يعني معنى ذلك إنه عنده حياء يمنعه من ارتكاب المعاصي أو أكل الحرام. خدوا بالكم، اللي ما عندوش حياء هينكر حقك، اللي ما عندوش حياء هيخلف وعدك، اللي ما عندوش حياء هيكذب عليك، اللي ما عندوش حياء هيتكلم من ورا ظهرك، اللي ما عندوش حياء مش هيحافظ على امانتك، اللي ما عندوش حياء مش هيرحم عرضك، اللي ما عندوش حياء مش هيحافظ على صداقتك، اللي ما عندوش حياء هياكل مال الغير، اللي ما عندوش حياء هيتجرأ على معصية الإله، اللي ما عندوش حياء هينام من غير صلاة، اللي ما عندوش حياء مش هيبالي بالعورات، اللي ما عندوش حياء هيتلذذ بالنظر الى فروج النساء، اللي ما عندوش حياء هينظر الى العورات كيفما شاء اينما شاء وقتما شاء. عدم الحياء كارثه. عدم الحياء بيحول الانسان الى ايه؟ الى بهيمه. انا اول مره اشوف ال 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 ال, ال, ال المنطق القراني دوت واخد بالي منه قوي بهذه الطريقه. لما ربنا بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. شوف التشبيه القرآني يا جدع، شوف جمال القرآن يا راجل، انت شوف الحلاوة بتاعت القرآن يا عمنا. ها أولئك كإيه؟ كالأنعام. لا لا لا، بص بعدين يقول إيه، بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، عرفت بقى يعني إيه الغافلون؟ أولئك هم الغافلون عن إن هم أقل وأحط من الرتبة الحيوانية، لأن الحيوان بيستحي. تعرفوا إن الجمل عندما يواقع أنثاه، إن عندما يواقع الجمل الناقة، تعرفوا لازم يغطوهم، والله العظيم. اسألوا أي حد من اللي بيشتغلوا في الجزارة ولا في المذبح ولا في تربية المواشي يعرف الموضوع ده، لأن الجمل يستحي. عشان كده ربنا الكريم يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكسة وكسة كبيرة قوي يا جماعة، لما نبقى دلوقتي بعد نزول القرآن وبعد بعثة النبي العدنان وبعد التعليم الراقي للمجتمع والمتحضر إليه، إني محتاجين نفهم البعض
ان العورة النظر اليها عيب، وان النظر الى العورات عيب، والله واكسة كبيرة قوي. علشان كده لازم تمشي واحدة واحدة مع اي حد بيناقشك وبيكلمك، تقول له رقم واحد ممكن اوعى بقى تتكلم كلام دين، خلاص اركن بقى الحديث الديني على جنب، كلم الفطرة اللي جواه، كلم الفطرة اللي جواه، اسأله سؤال محدد، مساء الخير يقول لك مساء النور، خد بالك ما قلناش سلام عليكم عشان ما يقولش عليك سلفي تلفي بلفي هلفي، خلينا نتكلم كلام راجل لراجل، ابن بلد لابن بلد، اي واحد يكلمك اي واحد يناقشك كلمه بالبلدي كده بهدوء بلغة ولاد البلد، مساء الخير يقول لك مساء النور، تقول له حضرتك عارف ان في عورة ولا ما فيش حاجة اسمها عورة؟ بس كده بداية الحديث، حاجة من الاتنين، يا يقول لك في عورة يا يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها عورة. لو قال لك ما فيش حاجة اسمها عورة خدها نصيحة مني، خدها نصيحة من اخوك، اخلع اقرط اقفل تربس على الموضوع، اوعى تكمل الموضوع ده، قدامك واحد ما يعرفش ان في عورة، يعني هي البهيمة هو البهيمة بقوم الاتنين واحد، ما هو البهيمة متعرفش يعني عورة، انت شفت حمار بيخرج من بيته لابس منطلون، انت شفت قرد لابس مايوه، ما خلاص انتهى، يعني ما لا ده عارف ان عنده عورة ولا ده عارف انه عنده عورة، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فانت لما تكلم واحد هاته كده ايه خطوة خطوة، تعرف ان في عورة يا ابن عمي ولا ما فيش؟ ان قال لك لا ما فيش عورة ما تكملش الكلام، طب اقول لا قال لك ان في عورة يبقى تنقل على المرحلة التانية. المرحلة التانية العورة دي تحب حد يبص لها؟ العورة بتاعت سيادتك هي ايه؟ ده السؤال البديه، تحب عاوزين نتعرف العورة ايه؟ سيبه يقول اللي يقوله، يقولك لا اصل الشعر مش عورة، الرقبة مش عورة، الصدر مش عورة، سيبه براحته، قول له العورة ايه؟ لو قالك الكوع ها خلاص، لو قالك الكوع هو اللي عورة ماشي يا سيدي، قول له موافق، المهم انك اعترفت ان في حاجة اسمها عورة. لو افترضنا ان الكوع عورة خلاص، هل تحب حد ينظر الى هذه الكوع العورة ولا ما تحبش حد ينظر الى هذه العورة؟ ان قالك اي حد يبص يبقى ما تكملش الكلام معاه، لانه راجل ما عندوش البتاع الاحمر ده فاكرينه اللي اسمه الدم، خلاص بقى واحد معاه واحد اذا ما احنا قلنا الحديث، ما خلاص ما فيش حياة يبقى ما فيش كلام، خلاص انتهت القصة. يقول لك لا طبعا ما احبش حد يبص للعورة، وان قال لك انه حب عادي خالص، تقول يعني انت تحب حد يبص للعورة دي لو كانت في خصوص والدتك او اختك او مراتك او بنتك او ان قال لك اظن انت يا ابن عمي عارف انه ما ينفعش الكلام خلاص، طب ان قال لك لا تقول له عظيم. طيب لما نغطي العورة دي تحب حد مش هيشوفها مباشرة تحب نصورها وننشر الصورة؟ تحب نرسمها؟ تحب نعمل لها تمثال؟ ايه رأيك؟ بص بالراحة وهقول لك ايه، هجيب بخ بتاع الموسيقى، ولا خلينا في الرسامين، هنجيب مايكل انجلو اعظم مثال شهدته البشرية، الرجل اللي ايده كأنها بتنطق وهو بيعمل التمثال، مايكل انجلو او دوناتيلي ماشي يا سيدي، او هنجيب مثلا يعني فان جوخ، يلا يا عم فان جوخ يعجبك، فان جوخ بتاع الخشخاش، لوحة الخشخاش الشهيرة ماشي، او ليوناردو دافنشي ده بتاع الجيوكندا او الموناليزا، يلا يا عم هيرسم العورة بتاعت حد من اللي يخصوك من اللي انت بتغير عليهم، مش عاوز احدد مين بقى عشان استحي على الميكروفون، تحب ده ولا ما تحبش ده؟ اظن انك راجل عاقل هتقول ما حبش ده، يبقى لا يؤمن احدكم يا راجل حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اللي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على غيرك، هو ده اللي باختصار قصة العورات. وهكسة كبيرة قوي لما اجي القى واحد عاوز يفهمني ان انا لما اشوف عورات على شكل تمثال او لوحة انه ده فن، ومطلوب مني ان انا اسجد له، ومطلوب مني ان انا احييه، ومطلوب مني ان انا افرح بيه، الكلام ده مش هيحصل، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. يا جماعة ريحوا بالكو، هي الحكاية كده زي القرآن ما قالها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون.
انما تيجي بقى واحد يقول لك طيب هو انت بيثير شهوتك انك تشوف تمثال، طب وانت بيثير شهوتك انك تشوف صورة؟ طب لو انت راجل اعرض الصورة بتاعت التمثال على السيدة الوالدة الكريمة وعلى المدام المصونة وعلى بنتك المحترمة وعلى اختك الرائعة، ها هتقدر؟ انا عاوز اعرف يا ترى الاسرة open minded كده هتقدر تعرض عليها الصور دي؟ طب هل يقدر حتى اعلامي يعرض صورة من دي على الشاشات؟ ما يقدروش. كل اللي بيدافعوا ما يقدروش. عارف ليه ما يقدروش؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين على راديو 90 ولعلهم يفقهون. والحقيقة بقى أنا عاوز أستمتع معاكم بآيات في سورة الأعراف. أنا الحقيقة كل ما أقراها أكتشف أني بقراها لأول مرة، بشوفها لأول مرة. المشهد الأزلي، المشهد الأصلي، مشهد البشرية اللي مالوش مثيل، مشهد بداية الخليقة. بداية الخليقة لما حصل ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم نبيه وعبده ورسوله آدم عليه السلام، ابي وابوك عليه السلام، وامنا حواء زوجه الكريمة المكرمة بسكنة الجنة. تعال نستمتع من خلال ايات القرآن، بس تعال نشوفها من منظور مختلف. يعني ايه؟ يعني انا هتعمد اثارة اسئلة، وعاوزكم انتم اللي تجاوبوا على هذه الاسئله، هشترك معاكم فيها، بس تعالوا نفكر فيها سوا. كل ايه هاثير حوالين منها شويه اسئله، وهشوف الاسئله دي هتوصل لكم اللي احنا عاوزين نتكلم فيه ولا لا. تعالى نشوف. ربنا مستعان، يا رب تنجح المحاوله. بدايه الحكايه وربنا بيقول لادم: قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله، هو سيدنا آدم بيقول لربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ترى سيدنا آدم كان شايف أنه ظلم نفسه بإيه؟ يبقى عاوزين نحط السؤال ده كالآتي: سيدنا آدم بيقوله ظلمنا أنفسنا، ايوه عاوزك ترد على السؤال ده، يا ترى سيدنا ادم ظلم نفسه بايه؟ هديك ثلاث خيارات: يا ترى سيدنا ادم ظلم نفسه انه كل من الشجره، ولا ظلم نفسه بانه عصى اوامر الله سبحانه وتعالى، ولا ظلم نفسه بانه نسي الوصيه اللي خرجته من النعيم اللي كان فيه؟ يبقى هل نسيان الوصيه انه ياكلش من الشجرة، ولا هو زعلان انه عصي، ولا هو ظلم نفسه بانه كل من الشجرة فقط؟ هو ده الظلم اللي سيدنا ادم شايفه ظلمه لنفسه. وبعدين ظلم نفسه بايه؟ اصل كلمة ظلمنا يبقى في ظالم وفي مظلوم. طب الظالم مين؟ سيدنا ادم بيتكلم عن نفسه، حاشاه طبعا نبي الله، بس بيقول انا ظلمت. ظلمت مين يا ادم؟ سيدنا آدم قال ظلمت نفسي. طب سيدنا آدم ظلم نفسه ازاي؟ يعني نفسه مجني عليها؟ كيف يظلم الإنسان نفسه؟ أما حتة سؤال يا جماعة، والله العظيم لو فكرنا فيه هتتحل كل مشاكلنا. كل واحد فينا لو قعد يفكر ويجيب ورقة وقلم هيلقى نفسه ظلم نفسه. ظلمت نفسك بإيه؟ اللي بيدخن ظلم نفسه، اللي بيعمل معاصي بيظلم نفسه، اللي بيشجع على الفواحش بيظلم نفسه، اللي بيتحمل أخطاء غيره بيظلم نفسه. يعني خد بال حضرتك، لو احنا ماشيين في طريق وأنا وكل واحد فينا شايل شنطة، الشنطة دي وزنها 10 كيلو، أنا شايل 10 كيلو وانت شايل 10 كيلو وده شايل 10 كيلو، أهو يعني شيلة تقيلة، بس هنمشي. نيجي بقى نلاقي واحد عامل فيها ابو عرام يقولك يا جماعه يا جماعه هاتوا الشنط اللي معاكم دي اشيلها انا. يا عم يهديك يرضيك، اهو احنا مالنا لقينا واحد عبيط عاوز يشيل عننا الشنط من غير ما يكون في سبب، لا احنا مرضى ولا كتع ولا مكسحين
ولا بنعرج ولا اي حاجة. ربنا طبعا يشفي كل مريض، انما تخيل حضرتك المشهد، شوف المشهد، هو مصر يشيل عننا. فرحت انا حاطط عليه شنطتي، وانت رحت شايل عليه شنطتك، وده شال عليه شنطته، وكل واحد فينا راح رامي عليه شنطته. صاحبنا بقى ماشي يزحف، وانا وانت وغيرنا ماشيين نضحك على الافندي اللي شال شنطنا. هي دي الحكاية، لما واحد يدعو الناس للفاحشة، لما انت تدعو الناس للفاحشة بتاخد ذنب ده وذنب دي وذنب ده وذنب كل واحد انخدع فيك وفي ثقافتك، وذنب كل واحد اتغش فيك وفي الدكتوراه بتاعتك، وذنب كل واحد اتغش في الثقافة بتاعتك، وذنب كل واحد اعتبرك من رموز المجتمع ومشي وراك. فبتكون النتيجة انك ظلمت نفسك. ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. شفت القرآن لما يقول لك ظلمنا أنفسنا، دي حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. عموما أنا عاوز أرجع تاني بيك بعد إذن حضرتك في بداية سكنة سيدنا آدم في الجنة. انتوا فاكرين الأول، أنا هرجع معلش بيكوا كام آية تاني، فاكرين ربنا كان قال لي آدم إيه؟ شوف ربنا قال لي آدم إيه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عظيم. يبقى هنا اللي ربنا قاله لآدم، أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا. يبقى أول حاجة عاوزين نسألها في الآية دي، تعالوا نثير التساؤل اللي اتفقنا عليه، يا ترى الجنة اللي سكنها آدم في أول لقاء بين الأوامر الإلهية والتصرفات البشرية كان في أمر ونهي ولا ما فيش؟ حلو السؤال ده. أهو كان في أمر ونهي حتى في الجنة بتاعت ربنا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وعرفت بقى اللي بيخالف الأوامر الإلهية، يعني انت عاوز تكون ظالم ما تسمعش الأوامر ولا نواهي، اعمل اللي على مزاجك، حشاك طبعا. مش عاوز تكون ظالم، اسمع الأوامر واعرف النواهي. أظن كل واحد فينا مش عاوز يكون ظالم، علشان كده شوف المشهد ده اللي بعدها على طول مباشرة ربنا بيقول إيه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. رائع. والله يا جماعة لو دققتوا في الآية هتلقوا العجب. احنا قلنا الايات في سورة الاعراف الاية رقم 20 اللي اتقارت دلوقتي. الله يرحمك يا شيخ منشاوي وبارك فيك، الله يغفر له ينور قبره يا رب. ربنا بيقول فوسوس لهما الشيطان ليه؟ يبقى السؤال لماذا وسوس لهما الشيطان؟ واحد، عشان يأكلوا من الشجرة. اتنين، عشان يعصوا ربنا. تلاتة، عشان يكشف العورة. انا حاسبها ليك وانت بتفكر في الاية، عشان يعصي ربنا ولا عشان ياكلوا من الشجرة ولا عشان يكشف العورة؟ تصور، تصور يا راجل يا محترم ان الشيطان وسوس لآدم عشان حاجة واحدة تحديدا، ايه هي؟ يكشف العورة. فوسوس لهما الشيطان ليه؟ لم التعليل اهي، ليبدي لهما ما ووريا، يعني ما اختبأ واستطر عنهما من سوآتهما. ونكمل كلامنا. هفكركم مرة تانية بالآية اللي كنا وقفنا عندها، وهي الآية رقم 20 من سورة الأعراف، وكنا بنشوف الآية بتقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. يعني الشيطان وسوس لآدم ليه؟ علشان يأكل من الشجرة ولا عشان يعصي ربنا ولا عشان الشيطان يجبره على انكشاف عورته؟ تخيل انها التالتة. الآية القرآنية بتقول كده فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. شفت اللفظ القرآني؟ طيب السؤال رقم 2،
ده آدم أول مخلوق، أول مخلوق يعني أول واحد كان موجود في البشرية. صح صح. وحواء دي تبقى مين؟ تبقى مراته. الله، وليهم عورة عاوزة تتستر. من مين؟ الله، ده اللي موجود آدم ومراته بس في الجنة. هتقول لي من الملائكة؟ ما هو الملائكة دي انت لا تراها اصلا، والملائكة مش محتاجين هدوم عشان يستروا على عشان تستر على نفسك. الملائكة بيشوفوا من ورا الحجز، يعني مفيش حجز مادي يقدر يشوف، يقدر يبعد الملك عن انه يشوف اللي ورا الحيطة ولا اللي ورا الباب. يعني الملك ما بيحش عينه حاجة، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. امال هو كان لابس ليه؟ هو ده سؤال بالله عليكم انا نفسي اسأله لحضرات السادة المستمعين. هو ادم كان بيغطي عورته ليه؟ حواء مغطية عورتها ليه؟ ده آدم ومراته، وده المخلوق الأولاني. يبقى لو واحد سألك في الشارع دلوقتي وانت ماشي، ايه هي أول نعمة ربنا أنعم بها على الإنسان؟ عارفين هي ايه؟ انه يغطي عورته، انه يغطي عورته. عرفت بقى؟ عرفت معنى تغطية العورة ايه؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي، شوف القرآن، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا أي ما اختبأ ما وريا عنهما من سوآتهما. خلاص. طب السؤال رقم ثالث بقى في الآية، طالما احنا بنتعلم مع بعض يلا بقى علم بعلم، هو كلمة سوأة دي مقصود بها ايه؟ أظن السؤال ده واضح. كلمة سوأة معروف لغة واصطلاحا ان هي القبل والدبر، اللي هي أماكن التناسل والتبول والتغوط أعزكم الله عند الإنسان. كلام جميل. خلاص. القبل والدبر عندنا في الشريعة، عندنا في الفقه بيعبروا بكده، كلمة القبل والدبر. خلاص. طبعا بقى أنا مش هدخل بقى في عورات بقية جسم المرأة وعورات الرجل، لا، هنتكلم عن القبل والدبر بالنسبة للرجل والمرأة. السؤال كالآتي، هم سموهم سوأة ليه؟ حلو السؤال بقى، أظن ده أول مخلوق هو بقى، ده احنا لسه في درس رقم واحد يعني كيجي وان في تاريخ البشرية زي ما بيقولوا، أول درس في تاريخ البشرية. السوأة دي سميت سوأة ليه؟ حلو السؤال، حلو السؤال. بمنتهى البساطة، السوأة سميت سوأة لأنه يسوء المرء أن يراها غيره. يلا نقولها كمان مرة، السوأة سميت سوأة لأن الرجل الحر، الرجل الكريم، الرجل المجدع، الرجل اللي بيتكسف على دمه، بيتكسف إن حد ينظر لعورته، بس باختصار شديد. إنما لو لقيت واحد بيجح أو بيكشف العورة قدام غيره، اعرف على طول إنه مش رجل مجدع ومش رجل كريم، لأن الصفات بتاعته صفات غير إنسانية، لأنه خالف الفطرة، خالف اللي ربنا خلقنا عليه. ادي معنى ليبدي لهما ما وريا من سوآتهما. كده واضحة ولا مش واضحة؟ ادي معنى كلمة سوآتهما. انا نفسي اسمعوا الآية مرة تانية، بس ايه بقى؟ بمزاج وتأني وتدبر وفهم، وربنا يتقبل منا ومنكم. تمام. نشوف الآية ونسمعها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. صدقت يا ربنا وتعاليت. العجيب بقى ان هو الشيطان هو بيقول لهم كده، تمام، بيحلف لهم. عشان تعرف بس ايه، انه من تاريخ البشرية هناك من ينصحك بان تكشف عورتك. من تاريخ البشرية الاول هناك من ينصحك ان تكشف العورة امام الاخرين بحجج، مرة حجج فنية، مرة حجج ثقافية، مرة حجج اجتماعية. عشان كده بتلاقي ان اول حالة من حالات الحلفان الباطل بالله كانت من ابليس، لما ربنا قال وقاسمهما
إني لكما لمن الناصحين. حلف لهم كده بالله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تخيل الـ 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 يعني شيء عجيب، هو بينصح يعني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هو دي النصيحة، هو تحرير العقل، الحداثة، التنوير عندهم إنك تكشف وتكشف وتكشف وما بقاش في حياء، تكشف وتكشف وتكشف. علشان بعض الغربيين عملوا كده، يبقى احنا مطالبين ان احنا طب ناخد من الغرب ترث بتاع ماكينة، ناخد من الغرب تكنولوجيا، ناخد من الغرب كمبيوتر، ناخد من الغرب إباحية، ناخد من الغرب عورات. هذا الكلام اعتقد ان احنا مش معاه فيه. المهم ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيقول انه نزلهم من الجنة بالخداع بتاعه فدلهما بغرور. طيب حضرتك بقى لما اقول لك انه لما في بيت وقع، بيت انهار، البيت اللي انهار دوت، انت متخيل منظر انهيار عمارة او منظر انهيار بيت؟ الله لا يورينا ولا يوريك ولا يوري حد، منظر بشع. انما لقيتك بتعلق وتقول ايه، وكانت هناك وكان هناك كوب من الماء سقط من على المنضدة، انت بتشرح بقى الحيطان بتقع والسقف بتنهار والعمدان بتفرقع وما اعرفش ايه، ورحت قال ايه، وكان هناك كوب من الماء على احدى الموائد وانسكب الماء على الارض. ماء ايه؟ كوباية ايه؟ الله، دي مش غريبة شوية؟ غريبة شوية. القرآن الكريم عمل حاجة زي كده، الموضوع غريب قوي، انه لما ادم كل من الشجرة حصل ايه؟ انقطعت الاشجار وهبت ريح وتغيرت الثمار واكتست الاشجار وانصرفت الملائكة واسودت الدنيا وعوى الرياح بزئيره، كل ده حاجات مخيفة ومرعبة. انما القرآن ساب كل ده وراح قايل حاجة غريبة جدا، قال ايه اللي حصل؟ فلما ذاق الشجرة حصل ايه؟ ساب كل حاجة والقرآن ركز على حاجة أنا مش عاوز أقولها، عاوزك أنت اللي تكتشفها. اسمع الآية، القرآن ركز على إيه؟ أرجوك اوعى يفوتك التدبر، إحنا بنتدبر قرآن ربنا اللي شغلونا عنه كتير. تعال بقى نبص في القرآن نظرة تأمل وتدبر. يا ترى يا آدم لما كلت أنت ومرتك من الشجرة القرآن ركز على إيه؟ إيه الحدث الرهيب اللي القرآن ركز عليه؟ هو دوت اللي هنشوفه مع بعض. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عشان خاطر اسمعوها كمان. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه الرسالة اللي لازم تفهمها من تدبرك للقرآن. فلما ذاق الشجرة، شفت يا ترى القرآن ركز على ايه؟ ايه اللي الآية اشارت اليه اخطر عقوبة تعرض لها آدم؟ انا مديك ثلاث خيارات. اكبر عقوبة تعرض لها آدم، خد بالك من الحتة دي، القرآن قالها مباشرة قدامك، يا ترى اكله من الشجرة ادي واحد، ولا خروجه من الجنة اتنين، ولا انكشاف عورته؟ شفت 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 الآية، فلما ذاق، أمال كل حاجة لها مذاق. فلما ذاق الشجرة بدت لهما، بدت لمين؟ لهما. شفت ألف دي اسمها ألف إيه يا محترم؟ ألف لاتنين، بدت لهما سوآتهما، رغم إن دي مراته ورغم إن ده جوزها، إنما اتضايق ان مراته شافت عورته، مش حاططها في متحف اللي راح واللي جاي بيتفرج. ادم اتضايق،
بدت لهما سوآتهما، اتضايق، حزن، اتكسف، اتكسف عشان عنده دم، اتكسف ان مراته شافت عورته، وحواء اتكسفت ان ادم اللي هو مين؟ اللي هو جوزها شاف عورتها، وما في حدش تاني شاف غيرهم هما الاتنين، ما حدش شاف غيرهم. بدليل ايه؟ بدت لهما، لهما مش بدت لأمة لا إله إلا الله، بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان يعني ايه؟ بيغطوا، بيداروا، بيستروا. مش يقولك ده فن، ده ابداع، دي رؤية حضارية، ده منظور شكسبيري متسلق، دي رؤية ثقافية ابداعية هولامية، مكرونة بالشعرية. فاهم انت العالم اللي عاوزين؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، ده الشيطان بيعمل في الإنسان عمايل يا جماعة. ده الشيطان بيذل الإنسان، بيفضحك. الشيطان بيفضحك، عارف الشيطان وظيفته إيه؟ يفضح الإنسان، اكشف، عري، وري، اظهر، هو ده. وتلاقي إن بقى انكشاف العورة فن، وبقى الممارسة الجنسية في الهواء الطلق هو نوع من الحرية، ورسم العورات وتجسيدها في تماثيل هو الحقيقة نوع من أنواع الإبداع، نوع من أنواع الإبداع. هو ده الإبداع؟ ألا لعنة الله على هذا الإبداع؟ ألا خيب الله من قال بذلك؟ هو في أزمة أكتر من أزمة الأخلاق؟ وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة، الأخلاق تتخرب، يبقى عوض ربنا في الكل، انتهت. إن لم تستحي ما خلاص. عرفتوا بقى الخطورة فين؟ المهم سيدنا آدم عليه السلام كان موقفه جميل، وقال إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وارد، كلنا بنغلط وكل ابن آدم خطاء، وكان القرار الإلهي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا مفيش حاجة بتدوم يا جماعة، لا صحة بتدوم، ولا شباب بيدوم، ولا جمال بيدوم، ولا قوة بتدوم، ولا فتوة بتدوم، ولا منصب بيدوم، ولا مال بيدوم، ولا شهرة بتدوم، كل حاجة إلى حين. بص تعالى، لو عاوز تعرف الدنيا دي تعريف، اعرفها بالتعريف اللي قلت لك عليه ده، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ما قالش مستقر بس، انت خدت بالك من كلمه مستقر ومتاع؟ يبقى المستقر يعني ما حدش هيعيش، كلنا هنموت خلاص، انما كلمه ومتاع، مش هتتمتع بشبابك للنهايه يعني، مش هتتمتع بشهرتك للنهايه يا سيدي، مش هتتمتع بفلوسك للنهايه، مش هتتمتع بمنصبك للنهايه، مش هتتمتع بقوتك للنهايه. ومتاع إلى حين، افتكر كلمة ومتاع إلى حين عشان محدش يغتر بما هو فيه. ليه؟ لأن فيه أجل وموعد مش هنقدر نخرج عنه. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. آدي القانون الإلهي اللي ربنا قاله لآدم قبل ما ينزله من الجنة وقبل ما يخليه يعيش في الأرض. يبقى آدم دلوقتي انتقل أول نقلة أو أول مرحلة. أول مرحلة كانت من الجنة، والجنة دي زي ما شرحنا قبل كده إنه في أراء إن هي جنة أرضية على ربوة مرتفعة في مكان ما لا يعلمه إلا الله في الأرض، ونزل منها آدم بقى في الأرض بقى خلاص، يعني خرج من الضمان، خرج من الحماية، خرج من الأكلة ببلاش. لازم تتعب يا آدم علشان تاكل، لازم تحارب بقى علشان تحمي نفسك وتداري عورتك بنفسك وتداري مراتك عورتها وتحافظوا على نفسيكم في العالم. إنما أنا بلاحظ حاجة معينة، آدم دلوقتي نازل الأرض، يا ترى إيه أول تعليمات ربنا لآدم؟ حتة سؤال، سؤال يستاهل ودانكم الطهرة، حتة سؤال مهم. أهو آدم بقى هيستلم بقى وظيفته كخليفة في الأرض، كمخلوق مستخلف في الأرض. يا ترى الكلام الآتي اللي بنقراه دي في سورة الأعراف يا جماعة، يا ترى إيه بقى ربنا زود آدم بإيه؟ يا ترى ربنا نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وهو مزوده بحربة،
يعني ربنا عشان يقابل، هيقابل وحوش وديناصورات وهيقابل حاجات كتيرة بقى خلاص، وتعابين وعقارب وحاجات من اللي انت بالي بالك. فالمفروض بقى يزودوا بايه؟ بترسالة اسلحة يقدر يواجه بيها ده. لا اسمع 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 وصلي على الحبيب النبي. شوف ربنا زود ادم بايه وهو نازل على الارض. اسمع يا سيدي عشان تعرف اهمية السلاح اللي ربنا اداه لآدم في بداية وجوده على هذا الكوكب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أظن يعني الموضوع واضح تماما. بص يا راجل، يا نهار أبيض على القرآن وحلاوة القرآن ومتعة القرآن. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. الهدوم يا مؤمنين، الهدوم. عارف لما واحد يقول الصلاة يا مؤمنين، احنا هيجي علينا وقت نقول ايه؟ الهدوم يا مؤمنين. الهدوم كانت أول منحة ربانية على سيدنا آدم عليه السلام يستقبل بها الوجود البشري على الأرض، يستقبل بها الوجود الكوني على الأرض. يا بني آدم بيكلمنا كلنا بقى، خدوا بالكم ما قالش إيه يا آدم، قال يا بني آدم. يعني الكلام لآدم ولولاده اللي هم جنابك وفخامتك وسيادتك وقداستك وسموك. الكلام لحضرتك يا اللي سامعني، يا بني آدم قد أنزل. عشان كده لما تلاقي واحد بيعمل عملة مش محترمة تقول له عيب عليك يا بني آدم. عيب عليك يا بني آدم، انت ايه جبلتك ايه؟ عشان كده بقول يا بني آدم، يا ولاد آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. ريشة اللي هو ما يستر به الجسد وما يفرش على الأسرة، والرياش اللي هو المتاع الدنياوي من ملبس وغيره، ولباس التقوى ذلك خير. ان الواحد يكون عنده حياء وادب اهم من اللبس. احنا ما قلناش اللبس بس، شوف بقى شوف احتراس القرآن بيقولوا عليها في الاصول صيانة الاحتمال. صيانة الاحتمال عشان ما يجيش واحد يقولك لا لا لا، هو اللي هي باللبس يا استاذ دي بالاخلاق، هي حتة الطرحة اللي بتحطها الست على راسها يا استاذ دي بالاخلاق. اهو ربنا قالك انا عارف انها بالاخلاق، ولباس التقوى ذلك خير. انما دوت بينفي ان ده برضو خير. هذه خير، دي افعل تفضيل، ولباس التقوى ذلك خير. طيب ربنا سبحانه وتعالى وجه لنا الكلام بعد كده، قال لنا ايه؟ بيذكرنا بايه؟ يعني لو انت جيت كده توصي ابنك عن قصة ادم تنصحه تقول له ايه؟ تقول له ايه اللي تاخد بالك منه يا ابني من قصة ادم؟ انا حاسب ربنا هو اللي يوصيكم انتو، مش هتكلم انا، هتشوف ربنا بيوصيك انت وهو وهي بيقول لكم ايه؟ بيقول لكم اوعوا يحصل لكم اللي حصل لابوكم، انه ابوكم الشيطان قلع هدومه، اوعى الشيطان يقلعكم هدومكم. انهار ابيض الكلام ده في القرآن، اقسم بالله العظيم في القرآن، اقسم بالله في سورة الاعراف ربنا بيقول يا عبادي، نعم يا رب، اوعوا الشيطان يقلعكم هدومكم زي ما قلع ابوكم. ايه ده الكلام ده فين؟ لا لا انا مالي، اسمع الآية. ها انا مالي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أظن يعني والله العظيم أنا ما عارف هل هناك تفسير ممكن تتفسر بالآية دي، في حاجة تتفسر أكتر من كده؟ أهو بمنتهى الصراحة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عرفت بقى؟ إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان له مداخل كتيرة ومداخل عديدة، اوعى تصدق، اوعى تسلم دقنك، اوعى تسلم عقلك، أمال. وبعدين بعدها يقول إيه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هو كده بالظبط، خدوا بالكم من الموضوع، هو إحنا بنعمل كده، بيحصل كده. كل ما تشوف واحد يجيب لك تمثال عريان زلط ملط
يقول لك يا عم ده في اوروبا والدول المتقدمه بالظبط زي وجدنا ابائنا عليها ابائنا. انا مالي من اوروبا والدول المتقدمه؟ افتر ده يا اخي. ده انا اقول لكم على معلومه غريبه جدا والله، ادخلوا على النت وتشوفوها. متحف اللوفر، متحف اللوفر في باريس رفض تمثال اباحي. تعرفوا ان الاثار بتنقسم لقسمين، اثار عامه واثار اباحيه؟ تعرفوا ان في قاعات في بعض المتاحف لا يسمح بدخول الاطفال اقل من 18 سنه فيها؟ ده فين؟ ده في اوروبا والدول المتقدمه. تخيل يا محترم يا مستمع، احنا بقى نقول لا ده الفن، ده النحت، ده الريشه، ده الفنان، ده لا، مش كل حاجه عملها فنان اوروبي تصلح لمجتمعنا والاخلاقياتنا. ما تجيش تقول ايه ابائنا هم دول اللي عملوا كده انا مالي. لا، اوعى تعلق شمعتك على غيرك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى لازم نعرف إحنا إيه المطلوب مننا بالظبط، لأن المعرفة المطلوب بالظبط هو اللي هيحدد الخطأ وحيمنع تكراره مرة تانية. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أظن في منتهى الوضوح، علشان كده ربنا بيقول لك إن هذا الصراع لن ينتهي إلى يوم القيامة. ليه يا رب؟ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ده بالعكس كمان، ده أنا عاوز أقول لك إن القرآن الكريم سايب كل الصفات والشروط والموجبات بتاعت الصلاة وأكد على إنك لازم تلبس لازم يكون عندك لبس، ما ينفعش تصلي عريان. كان الكفار في الجاهلية، كان بعض الجاهليين في بعض القبائل، هي قريش ما كانتش بتعمل كده، لكن بعض القبائل كان بتيجي عاوز يستغفر فيقلع هدومه قدام الكعبة، فربنا قال لهم سيبكم من الهكس اللي انتوا بتعملوه ده، اللي عاوز يستغفر يستغفر بقلبه مش بهدومه. مش تقلع هدومك عشان تقول ان انا بستغفر ربنا. وبص كده القرآن للناس كلها واشترط شرط غريب، يعني أنا عاوزك بس تشوف الآيات كلها جاية بخصوص اللبس، من أول ما آدم كان في الجنة ومن بعد ما آدم خرج من الجنة وهو بيكلم بني آدم وهو بيكلم العباد كلهم، وأول نعمة أنزلها علينا في الخلافة في الأرض لما كنا موجودين في الأرض، لحد ما جه على الصلاة اللي هي صلاة راح قايل إيه؟ اسمع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. احنا الموضوع باختصار ان احنا عاوزين نتأدب، لان ربنا يراك. ربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اينما كنتم. لازم نستحي من الله، ولازم نرجع خلق الحياء لاولادنا. اوعى تجرأ اولادك انه يبص لتمثال ظهر عورته بحجه ان مايكل انجلو هو اللي عمله. انا عاوز اسالك سؤال، مايكل انجلو عمل حاجه وسيدك النبي امر بحاجه، تسمع كلام مايكل انجلو وتسيب كلام سيدك النبي؟ انا عاوز اقول لك دوناتيلو ولا فان جوخ ولا اي صانع تماثيل او نحات في العالم عمل حاجه وربنا قال لك على حاجه تانية، تمشي ورا صناع التماثيل وورا صناع الفن الابداع السرياليزم الشكسبيري المتسلق وتسيب كلام رب العالمين اللي قال الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هل يرضيك ان احنا نسيب منهج ربنا؟ بلاش نتكلم في الدين. يرضيك انك تسيب التربية اللي ابويا وابوك ربونا عليها؟ الادب، الاخلاق، القيم، الحياء، كل دي لو ما كانتش موجودة في العبادة يبقى يعوض ربنا عليك في العبادة.